كنت مدرستن 22/2013. مرحبا يا عمو. هلا، شلونها؟ الحمد لله. عمو احكي لي، شو سبب هالدمار الصاير هون حواليك؟ انا شايف هون جاي قذيفه. هاي من كتيبه الهندسه ضربونا اياها، عم يضربونا كمان من كتيبه المشرفه. كل يوم قصف ليل ونهار، طيران وضرب كل يوم. طيب عمو انتو لما بصير قصف وين بتخبى؟ وين بتروحها؟ والله الله الحماي، تحت الملاجئ، بالملاجئ. طيب فيك تحكي لي بس شو الوضع بالرستان؟ شلون هون عم تدبروا اموركم؟ احكي لي، طيب شو عندكم معاناه بالرستان؟ يعني خبز ما نو امن، يعني مي كمان ما نو امن كمان، ولا شرب ولا اكل خالص، يعني ولا شيء. طيب احكي لي شو الاسعار عندكم هون؟ يعني البندوره 150 كيلو، والخيار نفس الشكل، يعني كل شيء غالي كثير. في غالي كبير يعني؟ اي والله. طيب عمو احنا على جايين على شتويه، انتو شو مجهزين للشتويه؟ مجهزين ما حد مجهز شيء، ما حد. طيب عمو انت، طيب شو بتحب توجه كلمه لبشار الاسد؟ الله لا يوفقه، دمرنا دمرنا، الله لا يوفقه. امين، يعطيك العافيه. اهلا يا اخوي. مدينة الرستان 28/11/2013.